انا مصرية الجنسية بس انا مش عايشة في مصر، هل برضو ينفع ان انا اقدم على برامج منح فول برايت؟ من الشروط الأساسية للتقديم على منح فول برايت هو أني مش بس أكون مصري الجنسية، لكن لازم أكون مقيم وبشتغل في مصر، وده ليه علاقة بالهدف الأساسي، هو أني أنا بتعلم حاجة برة وبرجع أنقل الحاجة اللي اتعلمتها دي في بلدي اللي هي مصر.